السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمس اتصلت بي زبونة واحدة تريد غرفة فندقية، إيجار شهري، وطلبت مني مساعدة أن أبحث لها غرفة رخيصة في حدود 500 ريال في الشهر. 500 ريال في الشهر. عندنا في الفندق برج الخير في العزيزية غرف، وأنا أسكن في نفس الفندق. سعر الغرفة 600 في الشهر أمام المسجد، هذا المسجد الخليفي. ثم جاءت حرمة مع أختها، هما اثنين. فندق مسؤول فندق قال الآن لا توجد غرفة للعائلات. أنا قلت طيب انتظروا، أنا الآن أروح إلى فندق ثاني، هذا ديار الموحدين. ذهبت إليهم وسألت أيضا مسؤول في الاستقبال، يقول ما توجد غرفة للعائلات. طيب، ثم ذهبت إلى فندق الأصيل، هذا فندق الأصيل هو وراء فندق باركين، وراء فندق باركين 5 نجوم باركين العزيزية. وفندق الأصيل طيب، مرة طيب، أعجبني. وسعر الفندق 600. بس هذه غرفة وسبليت ما شاء الله، ثلاجة جيد وشباك واسع. شباك واسع جميل جدا، جميل. فندق الأصيل في العزيزية، في العزيزية. بس مطبخ لو صغير زي كده، ايوه كله زي كده. حتى تاني كده؟ تاني نفس مكان، لكن كله عشان كده اسمعي عشان كده. ما في غير انا كل مره ساكن هذا الحين، ما في فاضي. لا كله يعني قصدك هذا وده بس، يعني اختار المهم. طب خلينا نشوف بعضهم. يعني هذا كده، هذا الحال إيجار صح؟ هذه الحال كم هذا يعني سعر؟ هذا؟ والمويه حارة ودولاب هكذا، غرفة كويس يعني للفرد. فندق الأصيل العزيزية للأسر وللعزاب، جيد. فندق وراء فندق باركين، وراء فندق باركين العزيزية، هذا فندق باركين في العزيزية 5 نجوم، مكان جيد مريح. وراء هذه الإمارة مسجد كبير عبد الله خليفي، ولوكيشن إن شاء الله تحت الفيديو، والرقم تليفون حقي تحت الفيديو أيضا. اتصل من يبغى. بارك الله فيكم. وكل فنادق وفنادق حتى فنادق مكة ومدينة والرياض وجدة إن شاء الله. بارك الله فيكم. اتفقنا ب600 ريال، ولكن زبون ما أعجبه السعر. ثم ذهبنا إلى البدر، فندق البدر، هذا فندق البدر، فندق البدر ما شاء الله في العزيزية. عندنا مرة ممتاز، ما شاء الله، الله يبارك. الله يسلمك، الله يسلمك، الله يسلمك.
عندك؟ جميل جميل. والمطبخ والحمام والدوش. هذا دولاب مو؟ ودولاب والمراية وشاشة. في شاشة مو؟ موجود. ايه خلاص. في شاشة. ايش رأيك؟ وحمام. جميل. الان زبون يستغربون كم فلوس. في واي فاي؟ فيها طاقة على المنور. هذه الغرفة بدون مطبخ، يعني في الفندق وغرف مع المطبخ وبلا مطبخ. ننظر كيف الزبون يبغون وما يبغون وكم يعطي السعر صاحب الفندق. لكن فندق جيد، واي فاي موجود، فندق البدر، غرفة 311. صاحب الفندق نزل إلى 750. 750. انظروا هنا إشارة في العزيزية، هنا مطعم إسطنبول جميرة، أكلات آسيوية، سمبوسة مانتو وكل شيء، ورز بخاري. هنا فاميلي وبوارث، سوبر ماركت فاميلي وبوارث، وأيضا بن داود العزيزية آخر عزيزية. وأيضا هنا ميزة قد يكون هنا مطعم رومانسية، منطقة طيبة آخر العزيزية. هناك حديقة الناس يرتاحون فيها. ثم ذهبنا إلى فندق هنا، ولكن منطقة مظلمة. سعر الفندق ما شاء الله 650. واسع، مرة واسع، غرفة واسعة جدا. الحمام. من هو نفس المالك؟ قصد المستأجر؟ لا لا، وقف. هذا اللي بيجي يحاسبنا. هذا عبد الله. ثلاثة سنسرات، ثلاثة سنسرات والكاميرات، استقبال. ما شاء الله ما شاء الله. بعد هذا الفندق نحن ذهبنا إلى فندق آخر عند الكودو. انظروا، ضيافة، مكارم ضيافة. هذا فندق مكارم ضيافة، نحن ذهبنا إليهم. نفس الإدارة مثل فندق الذي أنا أسكن، مكارم ضيافة. وسعر الغرفة هنا 650. 650 وفندق جيد. ثم أيضا ما أعجبهم سعر. ثم ذهبنا إلى مكة، فجر مكة. فجر مكة أرخص سعر قد حصلنا، 550. هذا فندق ما شاء الله ما شاء الله جيد. واسبليت.
سبليت ايوه سبليت كويس ما شاء الله كويس. فجر مكة، فجر مكة عند جامعة أم القرى. جيد، فندق جيد، دكاكين ومكاتب. ثم أنا ذهبت إلى وقف، وقف الأبناء. نسيت اسم كامل وقف هذا 650. هنا هذا فنادق رفاع، رفاع عزيزية أول واثنين ثم واحة الرفاع، هنا مكتب في دور أول، وفندق نظيف ثلاثة نجمة، هذا فندق مستوى عالية، وفندق جديد 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 جديد. من يريد شهر، من يريد يومي، السعر اليومي 80 ريال، فندق جيد جدا. هنا مطعم كودو، وهنا موبايلي، وأيضا هنا بنك أهلي، ماكدونالدز، ومسجد فقيه، مسجد فقيه كما تعرفون. هذه العزيزية، وجامعة الأم الكرة، هذه جامعة أم الكرة معروفة. أرقام موجودة، كل معلومات تحت هذا الفيديو، والأرقام هواتف، فرقمي أيضا موجود، اتصلوا. بارك الله فيكم. هذا سوق السلام معروف، سوق السلام. جزاكم الله خيرا خير الجزاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.